المركز. ومعنا من صنعاء موفدتنا الخاصة إلى هناك تاتيانا مسعد. تاتيانا، كيف هو الإقبال على مكاتب الاقتراع؟ نعم ربيع، يعني فتحت مكاتب الاقتراع هنا منذ 3 ساعات، ومنذ ذاك الوقت الإقبال شديد جدا. أنا في مدرسة حليمة في حي صفان بالحصبة في صنعاء، ويبدو أن الإقبال في كل أنحاء العاصمة هو كثيف كذلك. يجب أن نعلم إذن بأن اليمنيين عادة يصوتون في الصباح أو قبل الظهر، إذن من الطبيعي أن تكون غالبية الناخبين أو تتوجه غالبية الناخبين للاقتراع في الصباح. ولكن تحدثنا إلى أعضاء من اللجنة العليا للانتخابات وقالوا لنا بأن هذا الإقبال أو نسبة المشاركة كانت غير متوقعة، هي تفوق توقعهم. تحدثنا إلى بعض الأشخاص الذين التقينا بهم هنا الذين أتوا بحافلات، وحتى بعضهم كان يرقد باتجاه مكاتب الاقتراع، بعضهم من مؤيدي الرئيس علي عبد الله الصالح، وبطبيعة الحال هم سعيدون بهذا المرشح التوافقي الوحيد عبد ربه منصور هادي، وهو نائب رئيس حزب المؤتمر الشعبي الحاكم. كما تحدثنا إلى بعض أنصار حزب الإصلاح المعارض سابقا الذين قبلوا بهذا المرشح عبد ربه منصور هادي، لأنهم يعتبرون بأنها فقط فترة انتقالية وأنها البداية وليست النهاية، إذن يأملون كثيرا من هذه المرحلة المقبلة. نعم تاتيانا مسعد، موفدتنا الخاصة إلى صنعاء، شكرا جزيلا لك. وننتقل الآن إلى عدن في جنوب اليمن لنتحدث مع الصحفي بسام عبد السلام. سيد عبد السلام، أهلا بك. يبدو أن المدينة تشهد توترات في يوم الاقتراع هذا. نعم صحيح أخي، شهدت محافظة عدن كغيرها من المحافظات الجنوبية توتر شديد قبيل توجه الناخبين إلى صناديق الاقتراع، حيث شهدت محافظة عدن منذ الصباح الباكر أعمال لقطع الطرقات وإحراق الإطارات وإطلاق نار كثيف متبادل ما من قبل الجيش المكلف بحماية وتأمين هذه العملية الديمقراطية، ومحتجين مسلحين يحاولون إفشالها، حيث شهدت محافظة عدن إصابة 3 محتجين في مديرية دار سعد شمال مدينة عدن، وإصابة آخر كمان في مديرية المنصورة جراء هذه المواجهات، حيث لا زالت هذه الاشتباكات مستمرة حتى اللحظة في مناطق متفرقة من محافظة عدن. بالنسبة لمحافظة أبين أو النازحين المتواجدين في محافظة عدن، بدأوا حاليا قبل حوالي ربع ساعة عملية الاقتراع بعد إشكاليات تنظيمية من قبل اللجنة الإشرافية والفرعية، إلا أن هذه الإشكاليات بدت بالحل السريع جدا، وبدأ المقترعون الآن يمارسون حقهم الديمقراطي في انتخاب المرشح التوافقي عبد ربه منصور هادي. نعم الصحفي بسام عبد السلام في محافظة حضرموت. نعم شكرا جزيلا لك على هذه الإيضاحات. وفقط لإكمال الصورة، وفي خبر وصلنا قبل قليل، قتل جندي يمني في اشتباكات اندلعت إذن اليوم في المكلة جنوب شرق البلاد مع ناشطين جنوبيين انفصاليين معارضين للانتخابات. هذا التأكيد جاء من مصدر عسكري لوكالة فرانس بريس. إلى سوريا الآن، أحياء في دمشق تنضم شيئا فشيئا إلى الحركة المناهضة للنظام السوري.